اعتمدت عليك يا يكي لكنك طلعت بنت كفو. انا ابو بدر يتحداني واحد مثل هالتعبان؟ لوني معتمد على نفسي كان احسن منك يا الدرو. هد اعصابك هد اعصابك يا عم ابو بدر وما كل الخير. اي خير اي بطيخ، عفس الفريج ضدي فوق حدر، قلب الدنيا ضدي تقول لي خير؟ وين خطتك؟ وين همتك؟ وين الاتفاق انك تقلب الفريج ضده؟ وين كلامك؟ الحقيقه انا انغشيت فيهم، واول مره في التاريخ انثول اعترف لك. والان كانت عندي خطه جهنميه، ومع الاسف انكشفت الخطه وذهلت. وين الاشخاص اللي متفقين معاهم يخطفونا لمن تخلص الانتخابات؟ مو هذه كانت خطتي، وهذه غلطه كبيره الحقيقه انا وقعت فيها. اتفقت مع مجموعه من فريج العتاويه، وبالتالي اتضح لي ان كلهم ربع عتيج الروح بالروح. وانت وك تدري ان ربع عتيج حراميه ومجرمين؟ انت نسيت انه هو مستشارهم عتيج 24 ساعه يدافع عنهم بالمحاكم؟ هذه فاتت علي. ليش انك اثول ما تتعمق بالخفايا والامور وتبحث عنها؟ انا بدور للناس اللي خطفونا مو انت. الحين شو الفايده من خطفه؟ الرجال قدم اوراقه ورشح نفسه، واي محاوله ضده مهي من صالحنا. يا القهر هل جنبازي هالدرو يسوي كل هذا؟ وانت الحين ايش حق زعلان؟ نجاحك مضمون 100%. انت كل مره تنجح في التزكيه، عاد هالمره خلي يكون لك منافس. شي يصير ومن هو منافسك؟ عتيجه خذ عاد عتيج نمله قدام اسد. انا اللي باط كبدي لو واحد غيره كان ما يخالف، ما اهتميت. ايه بالعكس، انا اقول ان ترشيح عتيج من صالحنا. على الاقل تصير معركات انتخابيه قدام الناس، والناس يختارون الصالح فيهم، والصالح هو انت. مو انا كل مره يكي انجح بدون ما ادفع فلس واحد، الحين مضطر اني اعطيهم فلوس علشان ينتخبوني. ومثلك عارف انا ما احب المخاسير، لو احب المخاسير كان معالجي.